وفي سوهاج أيضا نظم مركز الإعلام بمحافظة سوهاج حملة توعوية عنوانها صوتك مستقبلك انزل شارك، وذلك بحضور عدد كبير من ميسرات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة سوهاج. من سوهاج تفاصيل وأوفى مع زميلتين نجوى سيف النصر وهند فوزي عبد الغني. تأتي ندوة صوتك مستقبلك انزل وشارك في إطار الحملة التوعوية التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وذلك لحث جموع الناخبين للمشاركة السياسية الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية. وخاطبت الندوة اليوم لفيف من ميسرات العمل المجتمعي بسوهاج وبحضور دكتور محمد الدالي رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، والذي عرف المشاركة السياسية ومراحل الاقتراع وأكد أن المشاركة الإيجابية حق دستوري لكل مصري ومصرية ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، وشدد على أهمية دور الميسرات والرائدات في المجتمع لإيصال هذه الرسالة. حقيقة إنه دور ميسرات تعليم الكبار يتجاوز بمراحل كثيرة جدا جدا فكرة اكساب الدارسين والدارسات في فصول ومراكز محو الأمية مهارات القراءة والكتابة. احنا معنيين كمؤسسة تعليمية بإعادة بناء المواطن اللي تسرب من التعليم او لم يلتحق من التعليم على أسس تجعل منه مواطن مشارك بفاعلية في كل ما يهم الوطن ويهمه هو باعتباره مواطن. أحد أبرز المكونات التي يعمل بها في مجال تعليم الكبار هي تبصير الدارسين والدارسات بحقوق المواطنة. النهارده مختارين الميسرات بتوع محو الأمية لأن الميسرات دول هم اللي بيحتكوا وبينزلوا على الأرض الواقع في القرى وفي النجوع، فبالتالي هم رسل معتبرة إن هي توصل الرسالة الإعلامية بتاعتنا لأكبر قدر من التفاعل في المجتمع. فبالتالي لازم هم الاول نوصل لهم الرساله، فبالتالي لازم نعرفهم يعني ايه مشاركه سياسيه، يعني ايه حقوق دستوريه، يعني ايه وعوا الناس باهميه المشاركه الايجابيه، ان انت مراحل التصويت ازاي ومراحل الانتخاب ازاي، معنى الديمقراطيه ازاي، معنى المشاركه الفعاله، ان هم مش بس مشاركه، مش بس نروح الصندوق. ممكن طبعا هم بيتعاملوا مع اميين كتير، واحنا في الصعيد بوجه عام وسوهاج يمكن على الاخص نسبه الاميه لا زالت عندنا للأسف رغم الجهود اللي بتبذل، بس لا زالت برضو نسبة الأمية فيها موجودة يعني، وبنبذل جهود كتير إن احنا نحاربها يعني، فبالتالي ده دورهم. أنا إن شاء الله بإذن الله نعمل توعية كاملة وشاملة إن شاء الله للقرية بتاعتي والقرى المجاورة، ونوعيهم إن يختاروا الاختيار الأسلم والرئيس اللي على كفاءة من الثقافة الدينية والعلمية وقدوة تكون حسنة وجيدة لينا ولأولادنا، وهو إن شاء الله بإذن الله الرئيس السيسي إن شاء الله بإذن الله هو القائد الأعلى دايما لينا إحنا وأولادنا وأولاد أولادنا، وربنا يخليه لينا ويبارك لنا فيه إن شاء الله. فإحنا دورنا كبير جدا في المجتمع لمع الناس، الانتخابات دي مهمة بالنسبة لي وبالنسبة لبيتي أولا قبل ما تكون بالنسبة للمجتمع اللي أنا عايشة فيه. اللي هختاره ده هيكون ممثل لي أنا قبل ما يكون ممثل لكل الناس، ففرضا إحنا لازم ننزل ونشارك عشان خاطر نفسك وعشان خاطر بيتك وعشان خاطر المجتمع وعشان خاطر الضغوط اللي حوالينا. لازم نختار حاجة كويسة، والاختيار الكويس ده بيرجع لينا احنا الأول مش بيرجع للضغوطات اللي هي حوالينا. صوتك مستقبلك انزل وشارك، كان هذا هو عنوان ندوة اليوم داخل مركز الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة سوهاج بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.